اليوم راح أتكلم شوي عن هذه اللويس باودر مالت شسيد اسمها فيوتشر سوليوشن. هذه اللويس باودر اللي وايد سوت بصراحة ضجة. في ناس يسألون ليش، شنو فايدتها وش معنى هذه باودر فيوتشر سوليوشن؟ هي وكسارة الرموش، هذا المنتجين اللي كلمت عليهم شسيدو يابوهم علشان يكون متوفرين عندنا بالخليج، لأن ما كانوا موجودين. طبعاً كسارة الرموش راح تحصلونها محصر عندي بالبوتيك، وهذه بعدها موجودة في بوتيكات الباودر، وايد حلوة. بس معلومة بسيطة عن هذه الباودر، أنها ما كانت تنباع إلا باليابان والصين وذاك الصوب وأمريكا، بس ما تنباع بالميدل إيست ولا بأوروبا. أنا كلمت هني الشركة بالميدل إيست علشان يبونها عقب ما جربتها، وفعلا يابوها حققت نجاح باهر. هذه الباودر شفافة منثورة حرة، الاسم اللي تسمينها. شنو ميزتها؟ انها وايد ناعمة، يعني ما فيها حبوب. لما تجيسينها زبدة تمشي علوي تاخذ. الميزة الثانية اللي فيها انها ما تغير شلون لا الكونسيلر ولا تغير شلون الفاونديشن، يظلون على نفس اللون. احبها واحب هذا النوع من الباودر، لونها مو ابيض. الابيض اذا حتى ذيتي صورتي بفلاش يبقع شكله، يطلع بقع، يصير صج ابيض. لما تين صورين بليت او حتى الحين بنات ياخذون تان، لا تستخدمون لوس باودر بيضة، راح يبين بقعة، راح يبين تحت عين تشاب، خصوصا الكونسيلر يصير مو حلو. اما الباودر اللي كذي يكون فيها لون ما تعطيك هذا الإفكت اللي يصير أبيض مال الفلاش. فطبعا حق كل أنواع البشرة، خصوصا أنها خفيفة، فراح أثبت لك حتى البشرة الجافة الأكثر جفافة راح أثبت لك بدون ما تكسر، بدون ما يتغير عندك الفاونديشن. ونفس الشيء حق البشرة الدهنية، كل ألوان البشرة هي أصلا مسوينها بودرة واحدة، لون واحد، درجة واحدة. في بنات ما يحبون هم البودرة الصفراء، يقولش البودرة، خصوصا البنات البيض، يقولش البودرة الصفراء تطلع أغمج من وجهنا، ما يحفظونها. أنصحكم تستخدمون هذه. هذه شوفوا لونها يصير مشمشي، عرفتوا يصير لونها كذي، واضح لونها مشمشي، لونها مو أصفر. ولما تحطينها راح تثبت لك بس، وما تغير شالون لا كونسيلر ولا فاونديشن بدون ما يبين. خلوا أوريكم الحين شلون تصير على الفاونديشن بدون أو مع باودر. شلون الطريقة اللي تحطونها أو تثبتون فيها حق الوي أو حق تحت العين؟ أنا بصراحة ما أنكر إن أنا أحب هذا الإسفنجة اللي تي معه، لأنها وايد حلوة وما أدري يعني الكواليتي مالها حلو. فتأخذون شوية أو مثلاً تقدرون تحطون هني وتأخذون وتطبطبون على كل وجه تحت عينك علشان تشيلين الزايد. أخذ أي فرشة كبيرة ومسحي على ويهج علشان تشيلين إذا كان في باودر زايد، ولازم طبعاً لازم تسوين الحركة، يعني لابد إنه يكون في أشياء صغيرة. لما تين تضغطين بالإسفنجة هذه على ويهج تكونين متأكدين ثبتتي كل شيء بمكانه، يعني لما تسوين الحركة وتحطين فاونديشن وباودر لو تدشين مداهمة الفاونديشن ماتش ما راح يتغير.